Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules que venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'elle fasse de même. De publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, vendre aussi pour être baptisés. Et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort. Et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes, si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. في ذلك الزمان سأل الجموع يوحنا ماذا نفعل؟ أجابهم من كان عنده قميصان فليقسمهما بينه وبين من لا قميص له ومن كان عنده طعام فليعمل كذلك وأتى إليه بعض العشرين ليعتمدوا فقالوا له يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم لا تجبوا أكثر مما فرض لكم وسأله أيضا بعض الجنود ونحن ماذا نعمل؟ فقال لهم لا تتحاملوا على أحد ولا تظلموا أحد واقنعوا برواتبكم وكان الشعب ينتظر وكل يسأل نفسه عن يوحنا أليس هو المسيح؟ فأجاب يوحنا قال لهم أجمعين أنا أعمدكم بالماء ولكن يأتي من هو أقوى مني ولست أهلا لأن أفك رباط حذائه هو يعمدكم في الروح القدس والنار بيده المذراء ينكي بيضره فيجمع القمح في أهرائه أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ وكان يعز الشعب بأقوال كثيرة غيرها فيبلغهم البشارة حقا مش عارف إذا كنتوا بتحبوا القداس العربي الفرنساوي بقالنا سنتين ثلاثة من ساعة الكوفيد ما عملناش الخبرة دي بس عايزين نتعود عليها لأنه كويس نيجي مع العائلات ونشوف بعض على الأرض على الأقل مرة في الشهر نرجع زي ما كنا زمان فعايزة بعرف ردود أفعالكم إذا حابين كده حاول كلمة بالعربي وكلمة مختصرة بالفرنسي
عشان الشباب اللي مش بيعرفوا عربي. بس الشباب هنا اللي موجود هنا كلكم بتعرفوا عربي كويس؟ ارفعوا ايديكم كده الشباب اللي بيعرف عربي ومش محتاج فرنساوي. لا ابتسام، بقول الشباب مرات بتغلط معلش. فالشباب يوسف بتفهم عربي؟ وايه فادي كريم؟ وايه يعني ممكن اقول بالعربي وبلاش فرنساوي؟ اللي عايز فرنساوي يدفع يرفع صباعه، بس امجد اللي عايز فرنساوي. نوح. طيب هقول كلمه صغيره عشانك، انت مهم بالنسبه لنا. سمعنا القرايه الاولى احبائي، وشفنا النبي صفنية بيبتدي كده بيقول باسم الرب: ابتهجي يا ابنة صهيون، افرحي وتهللي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. مين ابنة صهيون؟ مين ابنة أورشليم؟ انت وانا ابن الكنيسة. أورشليم هي الكنيسة، انت وانا. والنهارده جاي يقول لنا باسم الرب: افرح، ابتهج، تهلل، خليك فرحان قوي. ليه؟ اسمع بقى ليه، ده مهم. فقد ألغى الرب قضاءك. يعني ايه؟ يعني انت عندك قضية ومحكوم عليك فيها، هتتسجن، هتدفع، هيحصل اللي هيحصل. فيعمل ايه بقى؟ ايه سبب فرحك؟ ربنا نفسه شال عنك الحكم، خلاص انت بريء. عايزين نعرف من ايه؟ ومش بس كده، شال عنك الحكم واقصى عدوك. اقصى عدوك يعني ايه؟ يعني انت عندك عدو بعيده عنك. طب مين العدو بتاعك ومين اللي بعيده وازاي؟ وبعد كده بيقول في وسطك الرب فلا ترين شرا من بعد. ربنا في وسطك فمش هتشوف حاجه وحشه تاني. طيب يمكن ابتدينا نفكر بقى ازاي، مين العدو وازاي يبعد عننا، كل الحاجات دي. بس عشان نوصل لحاجة فيها فهم موحد، نشوف الكنيسة بتساعدنا ازاي نفهم هذه النقطة. سبب الفرح لكل واحد فينا هو انه في حكم موجود علينا. الحكم ده بسبب خطايانا. مين فينا مش خاطي؟ أنا أولكم. مين فينا مش أناني، مش متكبر، بذهنه بيروح في أفكار مش كويسة، بالموبايل وبالكمبيوتر بيشوف حاجات رهيبة بتقوده لأفعال مش كويسة؟ مين فينا مش متمرد على المجتمع وعلى اللي بيحصل؟ عندك حق او ما عندكش حق، فقلبنا فيه الخطيه. وبيقول كده القديس بولس: نتيجه الخطيه الكونسيكونس هي موت. بتعمل خطية، تنفصل عن حب الله وحب نفسك وحب الآخرين، فبتحكم على نفسك بالموت، بالانفصال. ده الحكم، نتبقى لوحدك. حتى الكلام مع الناس ما بيكونش سعيد، العلاقات ما فيهاش فرح، لأنه أنت ميت بسبب الخطية. فالرب بيقول لك النهاردة الحكم ده بالموت اتشال عنك.
طب وإيه اللي حصل؟ هو اسمعني كويس، حتى لو عارف اسمعني دلوقتي، لأنك لما هتسمعني أنت بتنال لو بتصدق نعمة الروح القدس، عشان ربنا حاضر من خلال الكلمة اللي بقولها لك. فاسمعني كويس، هو أنت محكوم عليك بالموت بسبب أفعالك، دي مقدرتنا كلنا. فهو قال لا، اللي يموت مش أنت، اللي يموت أنا مكانك. أنت ما تموتش، أنا بحبك، أنت ليا وأنا ليك، أعمل إيه؟ فراح الابن قال للآب ها أنا زي أبتي، آتي لأعمل بمشيئتك. أردت جسدا، فها أنا زي آتي بجسدي نويل لتون دي لافان، ها أنا آتي لأعمل بمشيئتك. هي مشيئتك ألغي عنك الحكم وأخذ أنا الحكم عليا، أنا أموت لأني عارف إن أبويا هيحييني، وإنت لو أمنت بيا، لو صدقت في اللي أنا عملته ده، ولو بتسمعني كويس دلوقتي، إنت بتنال نعمة الروح القدس، وحياتنا تبقى كده. كل مرة بيعلن فيها لابون نوفيل إنت بتاخد روح شوية بشوية. هتيجي تقول يا أبونا ما أنا بسمع من هنا وبروح البيت، يا ربي على اللي بيحصل لي ما تصورش الأفكار والحاجات الوحشة، وفي البيت مع مراتي ومع العيال طول اليوم بزهق من نفسي، يعني بعمل حاجات مرات كتيرة مش عايز أعملها، عمري ما عملت حاجة أسعدت فيها اللي حواليا، وكل ما أعمل حاجة بيفهموني غلط، طب أعمل إيه؟ انتبه. الحاجة التانية بيقولك أقصي عدوك، أبعد عنك العدو بتاعك. مين العدو بتاعك؟ مين عدوك؟ نادر مين عدوك؟ مين عدوك؟ شيطان. مين عدوك يا عم رافلة؟ شيطان. مين تاني شايف عدو تاني غير الشيطان؟ أيوة جورج؟ أنت عدو نفسك، برافو. الشيطان وأنا، هل مراتي ممكن تكون عدوي؟ ايه؟ مرات بنفكر انه التاني عدوي، لما يكون في حد في المجموعة بيتصرف تصرفات وانا بدينه خلاص عايز ابعده من ال، فيبقى عندي عدو. لكن هل هو ده العدو اللي الرب بيقول عليه النهاردة أنا أقصيه من بينكم؟ أنا أبعده عنكم؟ لا. مين العدو اللي هيبعده؟ الشيطان، لأنه الشيطان ورا كل الحاجات دي، بيكلمني عن نفسي كلام وحش فأنا بكره نفسي فبعمل حاجات ضد نفسي، بيكلمني عن التاني حاجات وحشة فبفصله عن حياتي، على طول بيوسوس، على طول المكيوز تعملك اكيوزاسيون، ده الشيطان. فعمل ايه يسوع مع الشيطان؟ دخل في مواجهه ونزل له بيته، فين ما هو قابض على كل اللي ماتوا، وحجمه وقام منتصرا. طب ليه النهارده بيجبرني أعمل حاجات مش عايز أعملها؟ ليه النهاردة بيجبرني أعمل خطايا مش حابب أعملها؟ افهم كويس، الإجبار ده نابع من حاجة واحدة، إنه لسه إيمانك بيسوع ما تجمدش جامد. يسوع عايز يعمل إيه؟ أنا فيا وأنت
أنا فيا، أنا فيك وأنت فيا، أنا فيك وأنت فيا، وأنا في الآب. فبالعلاقة دي أنت بتلاقي دايما مكانك. من فين ما خرجت بالمعمودية؟ أنت خرجت بالمعمودية من الآب، وبالمسيح أنت بترجع للآب من دلوقتي. وحياتك المسيحية هي علاقة بالروح القدس بين الابن والآب. فعشان كده أفورة مزور إن احنا بنتقدم في العلاقة دي مع المسيح بالروح القدس للآب. احنا بننمو والرب بيبعد عدونا. أفورة مزور إن احنا بنصدق وبنؤمن بالعلاقة دي. فعلشان كده الإنجيل جاي يقول إيه؟ السؤال، الناس كلها طبقات المجتمع بتقول ماذا نفعل؟ بتروح بعد الوعظ ده اللي عمله يوحنا بالخبر المفرح إنه ربنا بيحبهم، جايين يقولوا له طب نعمل إيه؟ جالوا بعض العشرين، نعمل إيه يا يوحنا؟ تأثروا وابتدوا عايزين يتوبوا وعايزين يعملوا حياة كويسة. فلما يجيني حد زي كده روح أقول له إيه؟ طب يا ابني روح قول المزمور 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. طب يا ابني روح صلي الوسائل 10 مرات. طب يا ابني روح اعمل رياضة روحية لمدة 3 أيام. يوحنا المعمدان قال كده؟ سمعت يوحنا المعمدان قال اعملوا حاجة دينية؟ ما قالش. يروح يقول له ايه؟ عندك اكل ادي اللي ما عندوش، عندك 2 هدوم 2 مش 15، عندك 2 ادي 1 للتاني، وانت عايش بواحد. انت بتاخد ضرائب زيادة خد اللي مسموح بيه. انت عسكري وبتهدد الناس، لا اقتنع بالراتب بتاعك وما تهددش حد. يعني ايه؟ يعني اعمل اعمال خير كده وساعد الفقراء ممكن، بس مش هو ده اللي بيقوله يوحنا. ما هو احنا كلنا مدعوين نعمل اعمال خير ونساعد الفقراء، ده وقته، بس مش ده اللي بيقوله يوحنا. لو الرب اقصى عنك عدوك وحجمه وانت بتؤمن بيه، لو الرب خد الحكم اللي محكوم بيه عليك وهو خده مكانك وحررك من الحكم، يعني أول حاجة حررك، تاني حاجة اداك القدرة بتاعته بالإيمان بيه، يبقى في الحالة دي أنت مش هتكون في نفسك. أنت هتسأل سؤال أعمل إيه دلوقتي؟ هيقولك ببساطة حط في اعتبارك التاني، حط في اعتبارك الآخر، انكلو لوتر دانتا في. الحياة مش مشروع شخصي بتاعك، الحياة أصبحت بفعل الرب ده عطية للجماعة للمجتمع. حياتك مش مشروع شخصي، حياتك عطية ده للي حواليك، فبتهتم بالآخر، بتدي أكل للتاني، بتدي حياتك، بتخدم، انت مش لنفسك. ده التعبير عن التوبة. بس ده مش فعل أخلاقي. يجي نوال فننظف البيت من الحاجات اللي مش عايزينها ونحطها في الكرتونة اللي جورج حطتها ورا دي، ويجي بعد كده هو يعمل الترياج ويرمي 3/4. صح يا جورج؟ انا مش بكذب. ليه؟ لانه الفكرة مش تنظيف البيت ونجيب الحاجات اللي مش عايزينها ومستعملينها بقى لها سنين ومش هاين علينا نرميها. مش هاين علينا نرميها، نقول نديها لجورج لجنود مريم عشان يوزعها. هو ده كلام فارغ. حاجات الأساسية اللي انت بتتراكم عندك تعيش بحاجة واحدة وتدي الباقي، لأن انت مش لنفسك،
أنت عطية لخلاص الآخرين. عشان كده بيقول يوحنا، بيقول القديس لوقا عن يوحنا: كان يعظ الشعب بأقوال كثيرة غيرها فيبلغهم البشارة. أحبائي، البشارة هي دي إنه ربنا بيحبك، وعمل الشغل الأساسي ليك عشان أنت تقدر تحب وتدي نفسك وتتساءل أعمل إيه؟ إزاي أتصرف؟ حاجة بسيطة، اللي ربنا عمله فيك أنت بتعمله للآخر. أمين؟